السلام عليكم، سميتي عمر بلافريج، نائب برلماني عن فكرة اليسار الديمقراطي. مرحبا بكم في هذا البودكاست رقم 131. هذا البودكاست اللي كما كنقولكم ديما درته اولا وقبل كل شيء باش نتحاسب على المهمة اللي كنحاول نقوم بها تحت قبة البرلمان. هذه من خلال زعما الفكرة الأساسية ولا المبدأ الأساسي اللي كنأمن به، اللي هو ربط المسؤولية بالمحاسبة. فمسؤوليتي أنايا كنائب برلماني، صوتوا عليا واحد العدد الناس من 8048 صوت اللي جبنا في دائرة المحيط، خاصني نتحاسب. فلقيت هذه الوسيلة للمحاسبة. فهاد الأسبوع اللي داز هادو نركز على جوج الأمور اللي هي بالنسبة لي جد جد كانت جد مهمة. أولا لقاء في لجنة المالية مع والي بنك المغرب، وهادو كنت أنا من النواب اللي طلبوا استدعاء والي بنك المغرب منذ شهر يونيو، حيت في الازمه اعتبرنا احنا كفدرات اليسار بان مهم ان يكون ممثلين الامه يكون عندهم راي حول السياسه النقديه اللي هي جزء من السياسه الاقتصاديه ديال البلاد. فبون جا معطل، ولكن جا السيد والي بنك المغرب، وكان بالنسبه لي انا نقاش مفيد، واخا ما قنعته، ولكن كان نقاش مفيد. يمكن لكم تلقاو الفيديو ديال المداخله اللي لقيتها، وحتى هو الرد ديالو في اليوتيوب، غنحطوه هنايا في هو في لي كومونتير، غتلقاو حتى الفيديو كله لو بغيتو تفرجوا فيها. ولكن اساسا انا الاشياء اللي كان دافع عليها كنا دافعناها احنا في فدرات اليسار من جهه القانون اللي متعلق بالبنك المغرب، وقدمنا واحد عدد التعديلات اللي حتى واحد فيهم ما تقبل. تعديل مهم جدا كان عنده علاقه بالمهمه ولا الهدف بالاهداف ديال البنك. اليوم حاليا الهدف الرئيسي والهدف الاساسي ولا الوحيد تقريبا ديال البنك المركزي المغربي هو الحفاظ على استقرار الاسعار، ما يكونش تضخم كثير. وهذا مزيان، جميع البنوك المركزيه في العالم عندها هذه المهمه، ولكن حنا كنا باغيين نضيفوا الرقي بالشغل، مستوى الشغل، حيت عندنا الشغل خلق مشكل، البطاله طالعه بزاف في المغرب والنسبه ديال الشغل ضعيفه بزاف. فعدد ديال الابنوك المركزيه عبر العالم حاطه كنقولوا مهمه ولا هدف اساسي الرقي بمستوى الشغل. حنا كنا بغينا نضيفوها باش السيد والي بنك المغرب كل عام كيدير تقييم ديال السنه والسياسه النقديه يكون عنده كذلك، يكون عنده تضخم، ولكن كذلك المستوى الشغل. الا كان مستوى الشغل مازال ضعيف، يعتبر بان يمكن السياسه النقديه ما ساهمتش بما فيه الكفايه في الرقي بالشغل. ما كنقولش بان السياسه النقديه هي اللي كتعالج كل شيء، صح ماشي صحيح، ولكن حتى هي يمكن تلعب دور. فوالا، كان هذا من الاشياء اللي طرحتها. السيد والي بنك المغرب ما جاوبنيش، ما متفقش معايا، وعنده حقه واحترم هذاك السيد. بعدا شخصيا احترمه بزاف، كنعتبره بان هذا وطني، واخا كان انا وياه ماشي نفس المدرسه الفكريه، ولكن كما كنقولها دائما في هذا البودكاست وخارج هذا البودكاست، الشعوب ما تقدمت حتى كان نقاش ديمقراطي حقيقي بين الناس اللي بحسن نيه كيناقشوا كل واحد بمدرسته، وكنحاولوا نلقاو توافق. هذا بون كان، فاحترموا داك السيد، وكنتمنى يكون نقاش اخر معاه ومع اقتصاديين مغاربه وسياسيين اللي يكونوا في المستوى ديال النقاش. فوالا، من الاشياء اخرى اللي كنا قدمنا كمقترح هو هاد النوعيه ديال اللقاء اللي كان في البرلمان الاسبوع اللي فات يكون مؤسس ليه. حنا كنا قدمنا، قلنا حيت السيد والي بنك المغرب كل سنه كيقدم واحد التقرير لرئيس البلاد الملك كيقدم ليه، حنا كنا اقترحنا في القانون يتكتب من بعد ما يتقدم داك التقرير يتقدم كذلك للبرلمان ويكون نقاش، تكون مناقشه. مع الاسف الشديد ما فهموش ولا ما بغوش يفهموا الاغلبيه اللي في البرلمان اللي كتعرفوها، اللي فيها العداله والتنميه، الاحرار، الحركه الشعبيه، الاتحاد الاشتراكي، كان في انا داك تال بي بي اس، ما بغاوش هذا النوع ديال هذا التعديل، النوع ديال التعديل اللي هو بالنسبه لنا هو تعديل ديمقراطي، زعما باش ندخلوا الديمقراطيه والسياسه النقديه تكون واحد المصدر لنقاش ديمقراطي بناء، باش كل واحد يتحمل مسؤوليته في اخر المطاف. فوالا، لا بغيتو تشوفوا هذوك التعديلات كلها راه كاينه في البلوغ، راه ممكن لكم تلقاوها في فيسبوك. لا، اللقاء الثاني ماشي هو لقاء، هو عرضوا عليا واحد المجموعه اوروبيه انجليزيه، انا ونواب اخرين مغاربه من جميع الاحزاب السياسيه وبرلمانيين من انجلترا، حول واحد المشروع اللي سميتو اكس لينكس. ها هو كتبان لكم واحد الصوره، اللي هو مشروع هذه واحد المجموعه اقتصاديه باغيه تربط
المغرب مع انجلترا، واحد الكابل يمشي في المحيط الاطلسي اللي يكون خلق الطاقه بالطاقه الشمسيه في الصحراء المغربيه في المغرب، ونربطه انجلترا باش نوفروا نقولوا طاقه نظيفه لبريطانيا في السنوات المقبله. مشروع كبير بزاف، كانت منافسه منها، طرحت بعض الاسئله وكان جواب كان جد مهم، والهدف هو التشاور مع برلمانيين اخرين من بريطانيا والمغرب باش نشوفوا واش هذا المشروع ممكن ندعمه حنا كسي. كتاب الاسبوع كما جرت العاده ديما كتاب، هذا كتاب عجبني بزاف، كنت بديت القراءه ديالو ولكن دابا عاد كملتها، لو غوج دو طربوش ديال عبد الله الطايع. كنشجعكم تقراو عبد الله الطايع اللي هو كاتب مغربي اللي كيكتب باللغه الفرنسيه ولكن كيكتب مزيان، انا كيعجبني بزاف. اخيرا الموسيقى، هذا الاسبوع كما كتعرفوا توفى مارادونا الله يرحمه، الموسيقى ديال هوبا هوبا سبيريت. فوالا، شكرا على المتابعه والى اللقاء.